برحب بيك من جديد يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاك وفي لقاءاتنا الحصريه ومعي في هذه اللحظات بقى واحد من نجوم الحقيقه رجال كره السله بالنادي الاهلي طبعا ذا جولدن بوي ايهاب امين. في البدايه طبعا بقول لك الف مبروك على الفوز بالبطوله دوري المرتبط للسنه الثالثه الرابعه على التوالي والتاسعه في تاريخ النادي الاهلي. كلمني بقى على اجواء البطوله، خصوصا هي اكيد كانت بطوله صعبه شويه، الزمالك كان في ربع النهائي والاتحاد في نص النهائي، فكلمني عن كل اجواء البطوله. الله يبارك فيك. الحمد لله زي ما قلتي المرتبط الرابع على التوالي، يمكن دي حاجه صعبه جدا. احب اشكر اللعيبه الرجاله، يمكن في الاول خسرنا ماتشين سبورتنج، بعد كده كسبنا الزمالك ماتشين ورا بعض، كسبنا الاتحاد، كسبنا سموحه. الطريق ما كانش اسهل حاجه، بس عشان تكسب بطوله زي دي لازم يبقى يعني لازم تكسب كل الفرق الجامده، فالحمد لله على المكسب. وبشكر طبعا فريق مرتبط اللي خلص البطوله من غير ولا هزيمه، فالحمد لله يعني، وان شاء الله تدينا دافع للثلاث بطولات اللي فاضلين في الموسم، الكاس وبطوله افريقيا والدوري. طبعا زي ما انت قلت المرتبط كان ليه دور كبير، اكيد في كتير منهم بيشوفوا ان انت رول موديل ليهم او مثلهم الاعلى، تحب تقول لهم ايه؟ يكملوا زي ما هم، ولسه عندهم احسن كتير. يمكن نادي الاهلي دلوقتي بيطلع احسن ناشئين في مصر، ومدربين بصراحه ليهم دور كبير قوي، بقياده مستر داني، مستر جوستي نفسه دايما بيروح وبيدعمهم، فلازم يكملوا. اعتقد ان هم يعني هيبقى في لعيبه كتير من الفرقه دي ان شاء الله معانا الفتره الجايه والسنين الجايه ان شاء الله. زي ما قلتوا حصلتوا على بطولتين ولسه البطولات الاهم في الموسم متبقيه، فاستعدادكم ايه الفتره القادمه، خصوصا ان جماهير النادي الاهلي معروف بنخلص بطوله نسال على البطوله اللي بعدها على طول؟ اكيد، ويمكن هم دايما ورانا في الخساره قبل المكسب، قلت قبل كده الموضوع ده كتير بالذات بعد البطوله العربيه واخفاق اللي احنا ما قدرناش نحقق برونزيه في كاس العالم، كانوا بيدعمونا حتى في تمارين في النادي في الماتشات، كانوا جزء كبير قوي من مكسب الاتحاد ماتش الاتحاد، فان شاء الله يعني بنوعدهم ان احنا بقيه السيزون لما يقدروا يرجعوا لنا ويشرفونا ان شاء الله ان احنا نقدر نفرحهم اكتر في ثلاث بطولات اللي فاضله وهم الاهم. يمكن الفتره الجايه عندنا توقف دولي عشان المنتخب، عندنا بطوله عربيه هنا في مصر ان شاء الله، بعد كده هنرجع نكمل نستأنف الدوري ان شاء الله. بشكرك جدا، الف مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك. يعني طبعا ده كان لقائي مع نجم النادي الاهلي ايهاب امين، لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصريه، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.